السادة الأساتذة، السادة الأطر الإدارية، نخبة من التلاميذ النجباء، الحضور الكريم، نرحب بكم في هذه اللحظة، لحظة توثيق والتبصيم والتوقيع على التميز الذي يحققه المشروع التربوي للمؤسسة بفضل مجهودات جميع الفاعلين التربويين وبفعل الاستراتيجية المعتمدة في هذه المؤسسة التي لا تكون فقط وإنما تؤهل التلميذ أو التلميذة للارتقاء بمعارفه وبمستواه ليحقق مختلف أنواع الاندماج الاجتماعي في مختلف مراحل حياته. أخذت المؤسسة، مؤسسة صوفيا العتيدة، على عاتقها تأكيد التميز والتهيئ للتفوق، ولها مسار تاريخي طويل وعريض منذ سنة 2016 بمع أول فوج متزامن مع فوج الثالث من المتخرجين لشهادة البكالوريا. في إطار انفتاحها واهتمامها بالانفتاح على العالم الخارجي في سياق تمكين التلميذ من التأهيل، حظيت مؤسسة صوفيا بشرف المشاركة في برنامج عالمي دولي رائد، برنامج سفراء المغرب الشباب، حيث طبعا اختيرت مجموعة من تلاميذ وتلميذات المؤسسة ليكونوا ضمن الكوكبة المغربية الشابة المتكونة من 150 تلميذ وتلميذة لينضموا إلى 4000 شاب وشابة من 5 القارات ليمثلوا طبعا بلدانهم في تظاهرة عالمية تمكنهم من التأهيل والتكوين في مختلف المجالات الثقافية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، القانونية في شقين، شق نظري يتكون من مجموعة من أوراش العمل، أوراش التكوين تنظم في المغرب، ثم الشق النظري في أمريكا وبالضبط في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، حيث طبعا شهدت أوراش هذه التجربة التطبيقية الميدانية تمكين وتمكن هؤلاء الشباب من التعارف، من التواصل، من الانفتاح على مختلف الثقافات ومن المشاركة النظرية الفعلية بأفكارهم بمواقفهم في إطار طبعا التحضير لمستقبل الشباب الذي يريده هؤلاء الشباب، حيث أن شعار هذه الدورة الماضية سنة 2019-2020 كان تحت شعار المستقبل الذي نريد Future We Want، وفي إطاره طبعا تمت مناقشة جميع مجالات الأجندة 17، أجندة التنمية المستدامة المتعلقة بطبعا مجالات كل مجالات التنمية في جميع بلدان العالم. وفي إطار ذلك حظيت مؤسسة صوفيا على خلاف باقي المؤسسات المشاركة في هذه التظاهرة العالمية من شرف المشاركة بطبعا التدخل في الجمعية العامة أمام جميع سفراء الممثلين للدول ونواب لرؤساء رئيس منظمة الأمم المتحدة. حظيت مؤسسة صوفيا في شخص تلميذ سحمدان بهاء الدين بالتدخل الرسمي الذي طبعا اعترف به وسنحت له فرصة التمكن من التحدث ومن التعبير عن وجهة النظر المغرب فيما يتعلق بالأجندة، أجندة التنمية المستدامة. وما كان ذلك ليتحقق لولا طبعا الجهودات لأستاذ فاضل، أستاذ خبير، أستاذ مواطن مناضل،
كبير أستاذ سيدي سعيد بردوس الذي قاد هذه الكوكبة واحتضنها وبالتالي ساهم في تأطيرها وفي تمكينها من هذا الشرف التي حظيت به مؤسسة صوفيا. وطبعا هذا البرنامج يسمح لهؤلاء التلاميذ بالحصول على شهادة اعترافية بالتفوق وبالتميز وبالمشاركة في هذه التظاهرة العالمية. وفي إطار ذلك استدعيناكم في هذه اللحظة المباركة في هذا الحفل على شرف هؤلاء التلاميذ، وطبعا العدد ديالهم 12 كما يبدو في الصور التي أمامكم، ولكن التزامهم طبعا بحكم انهم اخذوا الاغلبيه ديالهم خذوا شهاده البكالوريا وملتزمين ب طبعا دراسه، ومنهم من يوجد خارج مدينه مراكش ولم يتمكن من الحضور. ما كان الموضوع يحتمل الانتظار لتسليم هؤلاء الشباب الشهادات التي حصلوا عليها بكل استحقاق وتشريف لشخصيتهم ولمؤسستهم التي طبعا ساهمت في تكوينهم وفي تأهيلهم وفي جعلهم متمكنين من هذا المستوى المتألق الرائع. استدعيناكم لكي تشاركوا معنا وتتشاركوا معنا في هذه اللحظة المباركة تتويج من حضر منهم. هنيئا لهذه الكوكبة، وأعتقد بأنه لولا الظروف لكورونا فكانت ستكون النسخة الثانية لمؤسسة صوفيا هذه السنة. نطلب الله جميعا أن يرفع عنا هذا الوباء حتى نستمر على نفس النهج وفي نفس الدرب وفي نفس الأفق، تكوين وتأهيل التلميذ ليس فقط لاجتياز امتحانات إشهادية ولكن أيضا للاندماج في الحياة الاجتماعية ويتمكن من الانفتاح على العالم الخارجي المحلي منه والجهوي والوطني والدولي. سأترك الكلمة للأستاذ بردوس لكي يعطي طبعا تعريفا وتوثيقا لهذه التظاهرة الكبيرة والتي برزت من خلالها كفاءات وقدرات وكفايات تلاميذ مؤسسة صوفيا. شكرا لحضورك.